اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم كفاءات اردنيه. في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. كفاءه اردنيه تميز بحب العطاء وقوه الانجاز والمضي قدما نحو الامام في مسيرته العلميه والعمليه ليكون دائما في الصفوف الرياديه الأولى. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ سعيد الطهراوي، صاحب ومالك كراج سعيد الطهراوي. أسعد الله أوقاتك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا فيك. بداية أهلا وسهلا فيكم، نورنا عبر قناة جلسات. أهلا وسهلا. نحب أن نعرف السادة المشاهدين أكثر من هو الأستاذ سعيد الطهراوي. سعيد الطهراوي هو شخص متواضع ميكانيكي بيمتلك ورشة لصيانة المعدات الآلية. جميل. حدثنا أكثر أستاذ سعيد عن تأسيس هذا الكراج ومن أين جاءت فكرة إنشاؤه ولماذا تم اختيار هذا الموقع بالذات لافتتاح الكراج فيه؟ والله أجت فكرة اختياره أنه حبيت الصنعة، الوالد كان عنده كسارة وعنده آليات، فكنت أنزل على الكسارة وأطلع على الآليات، كان لي نفسي أطلع شوفير آلية، بس صار النصيب وصرت ميكانيكي، يعني حبيت الآليات وتعلمت الحمد لله. لماذا اخترت هذا المكان بالذات؟ كموقع هو أنسب موقع يعني للآليات. نعم. هون تأسست مكان الآليات، أول ما فتح ميكانيكي آليات فتح في المنطقة هاي. نعم. حدثنا أكثر عن آلية العمل لديكم وأهم الخدمات التي يقدمها كراجكم والكادر الوظيفي لديكم. والله هي آلية العمل هي بيستعملوها لمثلا مقالع، كسرات، محاجر. نعم. والكادر الوظيفي لديك؟ كادر الوظيفي شغيلة بتطلع على الموقع بتصلح الآلية وبترجع على عملها. تمام، يعني بتطلعوا انتم؟ بتطلع ورشات. نعم. جميل. استاذي، هل يوجد هناك اي مشاكل او معوقات او حتى تحديات تواجهكم سواء من جهات معينه او من خلال تعاملكم المباشر مع الزبائن؟ والله شغله التعامل الاغلبيه مش الا من رحم ربي يعني. نعم. في اكم من شخص منيحين وفي ناس بنعاني منهم. نعم. نعم. من اي ناحيه بتعانوا منهم؟ ناحيه الماده بس. الماده انه بيتم تصليح الالات عندكم بس ما بيتم بالمقابل الدفع. ايوه. جميل. أستاذي، كل شخص يطمح بالأفضلية والتميز. نعم. ماذا عن الرؤية والطموحات المستقبلية لكراجكم؟ والله يا ريت احنا نصير عندنا كراج أكبر من هذا، هنجر كبير، ويصير في عندنا قطع، نبيع قطع، يعني الواحد بتمنى الأفضل لقدام. أكيد الله يوفقك يا رب. الجميع يا رب. أستاذي، كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن؟ والله هو هسه حاليا برجع لورا، ما في تطور أبدا. طب كيف ترى إقبال الناس على هذا القطاع؟ والله هو قبل سنة كان في إقبال مزبوط، أما من سنة وجاي ما في. نعم. ما في. ما. أستاذي، من المعروف بأن الأردن يتميز بنعمة الأمن والأمان بفضل الله تعالى. الحمد لله. وتحت ظل القيادة الهاشمية، ماذا تعني لك هذه النعمة؟ والله هي بتعني لي كل شيء، الأمن والأمان. نعم. الأمن والأمان يعني بدونه والله ما بنسوى شيء. نعم. صدقاً. الله يديمها النعمة عليك. آمين يا رب، وخلينا جلالة الملك. لو حالفك الحظ وقابلت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها معظم البلدان العربية المجاورة لنا، ماذا سوف تخبره؟ والله بخبره أنه مثلا يصير الاقتصاد أحسن من هيك. نعم. يصير الإقبال على هاي الشغلة أكثر من هيك. احنا بنشكره على جهوده الطيبة. نعم. وعلى نعمة الأمن والأمان، والله يديمه فوق راسنا يا رب. آمين يعني. وخليلنا يا جلال سيدنا. آمين. أستاذي، بدنا منك كلمة أخيرة أو نصيحة لجيل الشباب والخريجين الجدد في ظل وجود وانتشار ثقافة العيب. ثقافة؟ شو بتحكي لهم؟ ثقافة لشبابنا الأردن. نعم. العيب؟ العيب إنه أنا ما بدي أشتغل الشغلة الفلانية. لأنه مثلا أنا متخرج بكالوريوس بشهادة معينة، أنا بدي أضل قاعد بالبيت لحد ما تجيني الفرصة المناسبة. نحن هلا حابين نشجع على المهنية، حابين نشجع على الصناعة. هو بالنسبة لهاي المرحلة أصلاً أغلبية الناس اللي بتتخرج ما بيلاقوا شغل. نعم. لا والله ما بيلاقي شغل، يعني يطلع يتعلم له صنعة أحسن. نعم. أستاذي، نود منك كلمة أخيرة أو نصيحة لجيل الشباب والخريجين الجدد في ظل وجود وانتشار ثقافة العيب. هو والله من ناحية الشغل مش عيب، وحتى لو اللي بتخرج معاه شهادة. نعم. يشتغل عبين ما يلاقي يجي شغل. نعم. يجي شغل بالشهادة تاعته ويشتغل، أما هو يظل قاعد في الدار هذا هو العيب. بالضبط. نعم. أستاذي، نود الآن إعلام السادة المشاهدين بموقع كراج سعيد الطهراوي وأرقام الهواتف. موقع الكراج سعيد الطهراوي أبو علندا إسكان الكهرباء. نعم. نعم. الحزام الدائري. جميل. وأكيد أرقام الهواتف رح تظهر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير أحمد غنمات.
وفي نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ سعيد الطهراوي. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد على هذه الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وعلى دعمك أيضا لبرنامج كفاءات أردنية. العفو، أهلا وسهلا، بتشرفوا في أي وقت. يعطيك الله.